الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم مساء الخير ليوم الخميس 15 ديسمبر 2022. النهارده بتختتم القمه الامريكيه الافريقيه اعمالها في واشنطن بحضور 49 رئيس دوله افريقي بالاضافه للرئيس جو بايدن وعدد من اللقاءات شديده الاهميه اللي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا بكلمكم ليه عن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ لأن بصراحة لا أثق في نية الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت يعني على الأقل في العقدين الأخيرين بقت بتتصرف على إن هو مصالحنا وبس. يعني حتى الكفر السياسي أو الفكرة اللي هي يعني ندور لها على حجة، ندور لها على مبرر، ندور لها على حاجة نقولها للصحفيين، لا ما بقاش فيه، هو كده واللي احنا عاوزينه وكده وخلاص. فدلوقتي احنا معولين على هذا الرجل اللي هو بصراحة يعني حكيم أفريقي، هذا الرجل اللي هو بيحاول يجمع كل الدول الأفريقية واللي هو مسؤول عن بوابة أفريقيا الاقتصادية والسياسية والعسكرية، واللي هو برضو دعا كثيرا لمبادرات إسكات البنادق ولم الشمل واستقرار الدول، وما زالت هناك كثير من الدول الأفريقية بتتخانق مع بعض، كل دولة بتتخانق مع روحها، الأطياف مع بعضها جوه نفس الدولة، وطبعا من الصعب جدا ان انت تحصل على اي تنمية او تطالب بان حد يساعدك عشان توصل لاي تنمية وانت اصلا جواك ملخبط ومش مستقر. فالنهاردة كان ثالث يوم، اليوم الاول كان للشباب، وطبعا ده مش حاجة يعني ناخدها بساعة صدر كده وننبسط ونسكت، لانه ما ننساش ان نفس الحزب هو اللي دفع للشباب وللإخوان أموال طائلة لقلب نظام الحكم في منطقتنا. اليوم الثاني كان للأعمال والأعمال ورجال الأعمال، وكان فيه قطاع خاص وكان فيه حقوق إنسان، حجة تانية علشان نشتكي على هذه الدول إنه ليس لديها ديمقراطية ولا بد لها أن توسع. وهتشوف البيان الختامي، أنا لسه ما قريتوش، بس هتشوفوا البيان الختامي وهتتأكدوا من كلامي إنها أمريكا بتطالب هذه الدول بالتوسع في حقوق الإنسان وبالمعاملة العادلة والحماية الاجتماعية والحق في التعبير وإعطاء الحرية الدينية والحرية الجنسية والحرية القانونية والفول والطعمية. فإحنا معولين على هذا الرجل اللي اسمه عبد الفتاح السيسي، اللي هو عاوز يجيب أول من تحدث عن مقعد في مجلس الأمن الإفريقي، أول من تحدث على إعادة نظام الأمم المتحدة، أول من تحدث على مجلس الأمن ولابد أن توسع صلاحيات وتمثل الدول اللي أصبحت دلوقتي تمثل أهمية كبيرة واقتصادات كبيرة ناهضة، أول من تحدث داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة عن وجوب تغيير نظامها وقانونها علشان يحوي الجميع، يوسع فكرته عن حقوق الإنسان، يتحدث عن كل الإنسان، عن حقوقه في الأكل، في المشرب، في الملبس، في السكن، في العمل، مش هي اختصارا في حرية التعبير وشكرا. المهم النهاردة كان اليوم الخاص بالقادة ولقاءات الرؤساء، الرئيس التقى بأكثر من رئيس إفريقي والتقى بأكثر من تجمع، من ضمنهم تجمع لرجال الأعمال الأمريكيين وتجمع بيسمى أعضاء لجنة أصدقاء مصر في الكونغرس من الحزب الجمهوري. ويعني أكيد طبعا في لقاءات على المستوى الرئاسي، وأكيد النهاردة هيبان إيه اللي ممكن نكون وصلنا له من هذه القمة. طبعا إحنا دلوقتي يعني واشنطن دلوقتي ممكن تكون مثلا الساعة قاربت على الثالثة مثلا أو قبلها بقليل، فربما لم تنتهي أعمال القمة بعد، لكن هو الموضوع كله تكهنات وتحليلات سياسية، ما هواش شيء
نستطيع أن نجزم به ولا حتى بعد ما تصدر به قرارات، لأن ياما قبل كده طلعت قرارات لإدانة إسرائيل، لدعم فلسطين، لدعم لبنان، لدعم، ولم يدعم أحد إلا اللي في مصلحة القوى العظمى. النهاردة هيكون معانا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد محارم من نيويورك، وكان معنا أول من أمس الأستاذ صفي الدين محمود أيضا من نيويورك، ومبارح كان برضو معانا تحليل أو يعني محاولة للاقتراب من نتائج ربما تفضي إليها هذه القمة التي أعدت على عجل. خلينا نبدأ في أخبارنا، ونبدأها باستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية في واشنطن النهاردة الصبح في مقر إقامة سيادته بالعاصمة الأمريكية واشنطن. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قادة المنظمات اليهودية الأمريكية وأكد لهم أن حل القضية الفلسطينية يمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة ويغير تماماً من واقعها المتأزم لتبدأ المنطقة مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي. قبل بس ما نروح نشوف الفيديو بتاع نشاط الرئيس النهاردة، عايز أقول لكم أنه أي سياسي عاقل لابد أن يلتقي بقادة المنظمات اليهودية، ولابد أن يلتقي بمفاصل اللوبي الصهيوني السائد، بقى زمان كنا بنقول المتغلغل، دلوقتي السائد اللي أمريكا بتسمع كلامه وهي مغمضة، لأنه في إيدهم الضغط لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية والقبول بحل الدولتين وبداية المفاوضات المباشرة. تعالوا نشوف نشاط السيد الرئيس النهاردة ونرجع نكمل أخبارنا مع حضراتكم. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأمريكية الأفريقي ضمن فعاليات مشاركة سيادته في قمة القادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا في العاصمة الأمريكية واشنطن. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي. اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإفريقية في ضوء القمة الأمريكية الإفريقية الحالية، حيث شدد السيد الرئيس على أن القارة الإفريقية تحتاج إلى بنية أساسية قارية مكتملة الأركان تدعم تنفيذ الجهود والمبادرات التي تستهدف الدول الإفريقية، وليكن ذلك من خلال مشروع دولي ضخم يحشد الموارد والدعم من الدول الكبرى والخبرات التنموية العالمية لبلورة رؤية شاملة لتلك البنية الأساسية التي تعتبر حتمية لنجاح جهود التنمية في القارة. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد لايد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، وذلك بمقر البنتاغون في واشنطن. وقد أعرب وزير الدفاع الأمريكي عن تشرفه بزيارة السيد الرئيس لمقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، مؤكداً على التقدير البالغ
لجهود السيد الرئيس الشخصية وروح القيادة شديدة الاتزان والفعالية لتحقيق الأمن والاستقرار والتهدئة في الشرق الأوسط واتجاه مختلف القضايا والأزمات بالمنطقة، وذلك امتداداً لدور مصر التاريخي السباق في إرساء ونشر ثقافة السلام والعيش المشترك في المنطقة، وهو الدور الهام الذي تعول عليه الولايات المتحدة وتدعم استمراره. من جانبه أكد السيد الرئيس حرص مصر على دعم شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بالشق العسكري، وكذلك على الصعيد الأمني، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم. وفي هذا السياق تم التوافق خلال اللقاء على الاستمرار في تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها صلب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتدعم مسؤولياتهما وجهودهما المشتركة تجاه استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط. طبعاً إحنا عندنا فقرة كاملة النهاردة للحوار عن القمة، فمش هنناقش الحاجات المهمة اللي شفناها مع حضراتكم دلوقتي، لكن خلينا نناقش حاجة مهمة جداً وهي قرارات من البنك المركزي المصري قبل ساعات من اجتماع صندوق النقد الدولي بشأن القرض. البنك المركزي المصري النهاردة بيتخذ قرارات مهمة متعلقة بالقروض وأذون الخزانة اللي هي أدوات الدين، بجانب أيضا الإفصاح عن نجاح البنك في تدبير سيولة دولارية خلال هذه الفترة. قرر البنك المركزي تمديد العمل بإلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 25% من محفظة التسهيلات للبنك حتى ديسمبر 23، يعني هيستمر البنك المركزي، كل بنك هيستمر 25% من المحفظة بتاعته للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة. طبعا دي يعني برضو حاجة كويسة قوي. البنك المركزي أيضا أفاد أن الجهاز المصرفي نجح في تدبير سيولة دولارية تزيد على 4.5 مليار دولار. ارتفعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لسبعة تقريبا وواحد من عشرة مليار دولار بنهاية نوفمبر 22 مقابل 6.6 مليار بنهاية أكتوبر، ده رقم كويس خالص في فرق شهر. دكتور أيمن غنيم أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني، مساء الخير يا دكتور. أهلا بسيادتك يا فندم. دكتور أيمن، يعني القرارات اللي اتخذها البنك المركزي النهاردة حضرتك توصفها بإيه؟ والله يا فندم هو البنك المركزي المصري يعني بيتوخى في سياسته النقدية وسياسة الإشراف على ائتمان أكثر من هدف الحقيقة. أولا السيطرة على الأسعار، حول ضبط الأسعار، والناس متصورة أنه ضبط الأسعار ده بيكون عن طريق سعر الفايدة فقط، وده الحقيقة تصور خاطئ لأنه سعر الفايدة هو أحد أدوات ضبط الأسعار. أولا أنا عندي عشان أضبط الأسعار بتاعتي ممكن أتحكم في سعر الفايدة، ممكن ما يسمى بعمليات السوق المفتوح اللي هو البنك المركزي بينزل يشتري ويبيع أذون خزانة بحيث يتحكم في المعروض النقدي في القطاع المصرفي، وممكن أيضا نسبة الاحتياطي الإلزامي البنوك بتضعها في البنك المركزي على الودائع. أنا مثلا عندي ودائع بمليون جنيه مصري، كان زمان نسبة الاحتياطي الإلزامي 14%، لازم تحط 140 ألف جنيه منها كاحتياطي في البنك المركزي، احتياطي بدون فايدة. المركزي رفعها بقى 18%، يعني بحط 180 ألف جنيه. لا معلش يا دكتور، يعني ايه احتياطي من الوديعة بتاعتي؟ يعني هو يستخدمها في ايه او تفرق معايا انا كمودع في ايه؟ اقول لسيادتك البنك المركزي بيطالب البنوك ده في العالم كله بوضع نسبة من الودائع، ودائع المودعين، ودائع العملاء. أي. نسبة هذه الودائع في البنك المركزي بدون فايدة. ده بيأثر على قدرة البنك المركزي على الإقراض، بمعنى أنا أسف قدرة القطاع المصرفي على الإقراض، بمعنى إن أنا لو عندي، لو مثلا أنا بنك ألف بهمة،
بنك ألف بيه ده عنده وديعة بليون جنيه. باقي الأكوردنج يعني نسبة الاحتياطي اللي هي النهارده ارتفعت 18%. أي. البنك ألف بيه بيضع 180 ألف جنيه من هذه الوديعة بيضعها كوديعة بدون فايدة عند البنك المركزي. ده بيأثر على أداء البنك نفسه، البنك ألف بيه مش على البنك المركزي. هو البنك المركزي عنده احتياطيات أكبر طبعا. بالظبط. فكده بنك ألف بيه مش هيقدر ان هو يقرض اكتر من 820 ألف جنيه من هذه الوديعة. كل لما بعلي نسبة الاحتياطي الإلزامي، كل لما بقلل المعروض النقدي في السوق، السوق الائتمانية، وبالتالي كل لما حركة السوق بتهدى، وبناء عليه كل لما مفترض انه يعني معدلات التضخم او زيادة الاسعار بتقل. ولكن من فضلك يعني بالنسبة للربط ما بين اجتماع الصندوق علشان القرض اللي مصر طلباه، اللي هو يعني بيتمثل في اكتر من قرض الحقيقة، يعني وما بين الخطوات دي، الخطوات دي ماذا تعني بالنسبة لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إعلان البنك عن أنه استطاع أنه يوفر سيولة دولارية أكثر من 4.5 مليار دولار في الفترة الأخيرة؟ والله يا فندم سيادتك بتطرق أكثر من نقطة مهمة. أولا قرض صندوق النقد الدولي، وهذا القرض احنا لازم نحطه في إطاره السليم. هذا القرض ليه مصر حريصة عليه؟ مصر حريصة عليه علشان ده بيعتبر شهادة صلاحية من صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد المصري اقتصاد قوي وقادر على سداد القروض، قادر على سداد التزاماته. ده بقى بيفتح لي المجال اولا ان انا كدولة اقدر اجيب تمويل من جهات اخرى. أي. كشركات وكمؤسسات اقدر اجيب تمويل، وبيفتح المجال امام الاستثمار الاجنبي، لان النهاردة المستثمر جاي عايز يقدر يحقق معدلات عالية ومستقرة من العائد. فبناء عليه لما يبقى عارف ان صندوق النقد الدولي واثق في مصر وفي قدره الاقتصاد المصري على سداد الالتزامات بتاعته، هيجي لي المستثمر الاجنبي. عشان كده القرض الصندوق ده مش المهم المبلغ نفسه، المهم شهاده الصلاحيه. ده اولا. ثانيا الصندوق علشان يجي زي ما قلنا لازم يبقى عارف ان انا كاقتصاد قوي واقدر اسدد التزاماتي، يبقى لازم يكون عندي انضباط مالي وانضباط نقدي. انضباط مالي بمعنى ان الموازنه العامه للدوله بقى تبقى فيها الـ يعني الاصلاحات اللي تمت في خلال السبع ثمان سنوات الماضيه. خفض عجز الموازنه، يعني مثلا مصر خفضت عجز الموازنه من حوالي 13% في 2013 الى يمكن 6.1% حاليا. ده طبعا كنسبه من الناتج المحلي. قبل سعادتك ده كان نتيجة برضو لأكثر من حاجة. أولا استيداء حقوق الدولة في الضرائب. ثانيا ترشيد الدعم. على فكرة الدعم ما زال موجود وما زال يعني على سبيل المثال مثلا دعم السلع التموينية في الموازنة العامة الجديدة بيبلغ حوالي 90 مليار دولار، منهم حوالي 90 مليار جنيه، منهم حوالي 49 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز. يعني مصر بتنزل حوالي 90 مليار رغيف خبز مدعم سنويا، مفيش دوله في العالم بتعمل كده على فكره. طب اسمح لي يا دكتور، دلوقتي بعض الخبراء بيتوقعوا انه الاجتماع الاستثنائي اللي هو يعقد الخميس القادم ده 22 هيبقى متوقع فيه رفع سعر الفايده المره دي، على عشان احنا ما رفعناش مرتين اللي فاتوا، بينما الفيدرالي عمال يرفع واحنا بنتخذ تدابير اخرى، وفي نفس الوقت بيتوقعوا اصدار شهاده ب 20% عائد. هل فعلا الكلام ده منطقي؟ والله يا فندم هو فكرة التنبؤات دي اي حد ممكن يتنبأ، ولكن التنبؤات دي الحقيقة بينقصها النظرة الشاملة زي ما قلنا، اولا لاهداف السياسة النقدية، ثانيا لادوات السياسة النقدية. السياسة النقدية زي ما قلنا اهدافها اولا السيطرة على ارتفاع الاسعار، ثانيا وهو الاهم الحفاظ على معدلات معقولة ومعدلات عالية من النمو ومعدلات مستدامة من النمو الاقتصادي، وبناء عليه توفير الائتمان بأسعار معقولة، وثالث حاجة الحفاظ على سعر الصرف، والحفاظ أهم من سعر الصرف على الكونفرتابيليتي أو يعني إتاحة العملة الصعبة، إتاحة العملة الأجنبية في السوق.
تحت العمله الاجنبيه. طب امال حضرتك ممكن تتوقع ايه للاجتماع بتاع البنك المركزي الخميس القادم؟ ما انا بقول لسيادتك يعني هناك بدائل كتيره لصانع السياسه النقديه. البدائل بقى اللي سيادتك بتتكلم عليها، اولا استخدام سعر الفايده، ثانيا استخدام عمليات السوق المفتوح اللي هو البنك المركزي بينزل كمشتري وبايع لاذون الخزانه بناء عليه، كمشتري وبايع لاذون الخزانه مع البنوك، فبناء عليه ده بيزود او بيقلل حجم السيوله عند البنوك، فبناء عليه بينشط الاقتصاد او بيهدي شويه التضخم. و ثالث حاجه هي نسبه الاحتياطي اللي اتكلمنا عليها. طبعا محدش يقدر ينكر ان النهارده الانفليشن او معدل التضخم في مصر عالي، يعني اخر بيانات التضخم الاساسي بنتكلم في 19%، في حين انه البنك المركزي سياسه المعلنه استهداف معدل تضخم 7 زائد او ناقص 2% سنويا، خد بال سعادتك. فطبعا دي نسبه عاليه، ولكن انا كنت عايز هنا انوه على حاجه مهمه، انه التضخم لازم نفهم ان هو نوعين، في تضخم نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات، أيه. ده ممكن اتحكم فيه بقوة عن طريق تقليل او يعني زيادة سعر الفايدة او تقليل المعروض النقدي، لكن في تضخم تاني اللي هو ناتج عن زيادة اسعار مدخلات الانتاج، وده اللي احنا فيه النهاردة بسبب الحرب الروسية الاوكرانية. ايوه تضخم مستورد زي ما سماه رئيس الوزراء. بالضبط، هو تضخم ناتج عن زيادة أسعار المدخلات الإنتاج، يعني مثلا لو احنا بنقول إن القمح ده مدخل إنتاج لأنه بيطلع لي رغيف العيش، فالقمح النهارده مثلا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، طبعا روسيا وأوكرانيا هم أهم مصدري القمح في العالم، زاد من حوالي $264 للطن في فبراير 2021، وصل في أبريل 22 بعد الحرب إلى مستوى عالي وهو $410 للطن الواحد. النهارده طبعا قل لحوالي 350، ده نتيجه طبعا التدابير اللي اتخذتها روسيا، محاوله يعني الافراج عن شحنات القمح، ومحاوله يعني الافراج عن بعض شحنات القمح الاوكرانيه، وتسهيل التصدير من روسيا. مثلا البترول لو بنتكلم على خام برنت، هو زاد من حوالي $63 للبرميل في مايو 2021، وصل لمستوى قياسي ل $101 للبرميل في اغسطس 22، حاليا هو بيدور حوالي $90 للبرميل. فكرة بقى التضخم ناتج عن زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، طبعا ممكن على المدى القصير إن أنا حاربه عن طريق أدوات السياسة النقدية، لكن على المدى البعيد، وده اللي الحقيقة الحكومة المصرية بتقوم بيه، إن أنا أزود المعروض من السلع والخدمات في السوق، أزود وأحاول كمان إن أنا أضبط الأسعار، وده اللي بدأ يتكلم فيه رئيس الوزراء بجدية شديدة. نعم نعم، بدءاً من أمس يعني. بشكرك يا دكتور، وبتطلع إن شاء الله إن إحنا نلتقي وتنورنا في الاستوديو ونتكلم بتفصيل أكتر عن فايدة كل اللي إحنا بنحكي فيه ده للمواطن بقى البسيط يعني. ألف شكر. شكراً جزيلاً دكتور أيمن غنيم، أستاذ كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني. نخرج لفاصل إعلاني، نرجع بعدين نكمل أخبارنا مع حضراتكم. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد حلقة نقاشية حول منهجية ومراحل الإعداد للمرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 إلى 2030. في خلال فعاليات إطلاق هذه المرحلة اللي أقيمت النهاردة بمقر هيئة الرقابة الإدارية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من السادة الوزراء ومسؤولي الدولة بالجهات المختلفة ورؤساء الجامعات وسفراء عدد من الدول ونخبة من المتخصصين في مجال الحوكمة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على الصعيد المحلي والدولي. شاهد رئيس الوزراء فيلم تسجيلي حول آليات إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 23-30. دكتورة غادة موسى خبير سياسات ونظم الحوكمة، مساء الخير يا فندم. دكتورة غادة؟ أيوة مع حضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، منورانا. وأحب أعرف من حضرتك يعني إحنا فين بالظبط
من الموضوع ده بدون الحديث عن تفاصيل كتير تخص الاستراتيجيات والسياسات والمراحل، لكن على الأرض هل بدأ المواطن يشعر بحوكمة حقيقية ومكافحة حقيقية للفساد في مصر، ولا ده بيبقى في الآخر خالص بعد ما بنعمل بنى تحتية مثلا لهذا الموضوع، ولا إيه بالظبط؟ والله حضرتك يعني بشكل عام لا، يعني موضوع يتوقف على القطاعات اللي بيتعامل معها المواطن. فيعني ما اقدرش اقول بشكل عام المواطن يشعر او لا يشعر. تمام، لكن احنا بنتكلم على اي قطاع، يعني مثلا لو هناخد الخدمات اللي المواطن اي مواطن عادي يعني بيمر بيها، يعني مثلا تعليم، صحة، الخدمات اليومية اللي بيروح يأديها، يعني في امور طبعا انضبطت وفي امور تحتاج الى جهد اكبر. تمام، يعني اللي بيعمل مثلا بيروح يعمل مثلا معاملة او بيطلع شهادة او بيطلع بطاقة او بيعمل باسبور وكده، الدنيا طبعا انضبطت عن الاول بكتير. تمام، دورة العمل واضحة الى حد كبير، التكاليف واضحة، الدنيا بتمشي بشكل متساوي، المواطنين بياخدوا نفس الخدمة، يعني فالامور بقت افضل بكتير عن ذي قبل. طيب على المستوى التشريعي، هل حضرتك شايفة ان احنا محتاجين عقوبات اغلظ، ولا الموضوع مش بيمشي بس بتغليظ العقوبة؟ ما هو حضرتك بتسأل السؤال وبتحط الإجابة الصحيحة. لا أنا بشوف إذا كانت صحيحة ولا لا حضرتك اللي هتنورين. لا دي صحيحة. تمام، لأن كل دول العالم الوقتي المنهجية، حضرتك اتكلمت أن هناك منهجية لوضع الاستراتيجية، كل دول العالم طبعا بتعتني بالتشريعات وبتعتني بأهمية التشريعات، عشان التشريعات دي بتستجيب لاحتياجات المواطن، احتياجات المجتمع، ولكن لا يتم انفاذ التشريع بتغليظ العقوبه، لكن يتم انفاذ التشريع بالتوعيه، بالتشريع بالتوعيه بالمزايا اللي بيقدمها التشريع، وفي نفس الوقت بعمليه ان انا بعلم الناس انك انت لما تحترم القانون تمام كلنا هنتعامل زي بعض. فيعني حتى بيقولوا عليها حكم القانون، ان تحكم بالقانون. فبالتالي التشريعات مهمه، ولكن تغليظ العقوبه اي حد ممكن ان هو يلتف على العقوبه وخلاص. فده حتى يعني فلسفيا تمام قد يكون احد السبل، ولكن مش هو ده السبيل الناجع او المستدام اللي اقدر من خلاله اضمن ان التشريعات تبقى ليها اثار على الارض. طبعا احنا محتاجين تشريعات كتير، يعني مجلس النواب في دورته الحاليه مفروض يعني لسه طبعا قدامه سنتين، ان هو يعني هناك تشريعات ما زالت مكتوبه في الاستراتيجيات الخاصه بمكافحه الفساد سواء 19-22 او الاستراتيجيه القادمه للاستجابة اللي هي متوافقة مع خطة مصر 2030. تمام، ان احنا لازم نبتدي نشوف موضوعات التشريعات الخاصة بمثلا الشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات، لان دي تشريعات بتضرب بشكل ايجابي في الاستثمار، بتضرب بشكل ايجابي في انعاش الاقتصاد، بتخلي فيه شكل من اشكال العلاقة الجيدة بين الحكومة والمواطن. وده معناه بقى ان الحكومة عملت يعني خطوات جيدة، يعني مثلا الناس اللي عندها فيسبوك وبتبص مثلا على المواقع بتاعت الجهات الحكومية، هتلاقي الجهات الحكومية بتعمل إفصاح كل شوية، اجتماعات، قرارات اتخذت وكده، وده شيء جيد، يعني بيوجد صلة بين المواطن وبين الحكومة والجهاز الإداري للدولة، وبيخليه على اطلاع الحاجات الجديدة اللي بتحصل. ولكن طبعا المزيد بيبقى دايما المواطن في حاجة إلى المزيد، علشان خاطر يقدر ان هو يعيش حياة يعني مريحة، ويقدر عارف الإجراءات وعارف إيه هي التطورات والقرارات الحكومة بتاخدها. طب أخيرا دكتور غدا، يعني لو بعدنا عن الحكومة لأنها عاملة فعلا مجهود كبير، لكن في حتة حتى بدأ رئيس الوزراء يتكلم فيها يعني بما يشبه تكشير الأنياب من أمس، اللي هي فكرة إعلان الأسعار وعدم المغالاة في وضع هامش الربح، يعني الدولة محطوطة بين مطرقة زيادة الأسعار الجنوني اللي الناس مش عارفة تتعامل معاه، وما بين سندان فكرة الاقتصاد الحر والاقتصاد المفتوح وما فيش تسعيرة جبرية و احنا عايزين هنا حوكمة وشفافية ما بين القطاع الخاص وبعضه، أو ما بين القطاع الخاص والمواطن، لما بتروحي عند الدكتور، لما بتروحي للمحامي، لما بنشتري خضار، لما بنشتري سلعة، دي نظبطها ازاي؟ بص حضرتك، يعني من نتائج تنفيذ الاستراتيجية في مرحلتها الثانية 19-22 ان هم صلحوا شوية في القوانين والقرارات اللي بيعمل بيها الجهاز، يعني تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تمام، يعني حضرتك حتى من مسمى الجهاز انا لازم اشجع المنافسة،
علشان يحصل فيه المنافسة دي، بتخلي فيه شكل من أشكال التوازن اللي بيحصل في الآخر في السوق، وفي نفس الوقت تمام بمنع أي احتكار لأي سلعة أيا كانت، حتى لو احنا بنتكلم حتى على خضار زي ما حضرتك تفضلت. فهي فعلا زي ما الأجانب بيقولوا، هي الإشكالية حط الخط فين، إيه هو الخط ده بقى حضرتك؟ وهو خط إلى أي مدى يمكن الدولة من خلال الحكومة أن تتدخل تمام لحماية المستهلك، وفي نفس الوقت بما لا يضر بالتنافسية في الأسواق، علشان نبقى اقتصاد متنافسي حر، أي حد يقدر يدخل وينافس ولكن وفقا للقانون. وده كل دول العالم ماشية بيه، يعني عندها نفس الإشكالية اللي حضرتك طرحتها. بس اسمحي لي يا دكتور، حضرتك وانت موجودة في دولة من دول أوروبا أو أمريكا أو كندا أو كده، بتحسي إلى حد كبير إنه اللي بيطرح عليكي سعر عادل، وفي جنبه واحد تاني ربما بسعر آخر، حتى المية يعني، حتى البنزين يعني في تفاوت، مفيش مشكلة، بس ما بتحسيش إن حد بيسرق الآخر كده؟ بص حضرتك، يعني طبعا ده حديث يطول شرحه، لأن يعني أنا مش هقارن دي، إحنا بنقارن هياكل اقتصادية تمام، وبقارن أنا باخد حاجة توتل، فمش هقدر أقارن مصر بهياكلها الاقتصادية بكندا ولا بأمريكا تمام. إحنا عندنا إشكالية كبيرة، عندنا إشكالية نقص إنتاج، عندنا إشكاليات عدم يعني خروج على القانون من بعض التجار، عندنا إشكاليات في عمليات الرقابة الناجعة، فبالتالي ده مش موجود بره. أي بلس إن كمان هم عندهم إنتاج غزير، فالإنتاج الغزير ده بيوزن بعضه. أي تمام، فإحنا يعني ده يعني التشبيه عشان أبقى أحسن، أوكي أنا موافقة، ولكن إحنا مفروض بنعالج أمورنا بأمورنا. أي عارف حضرتك، يعني بأدواتنا بنقارنها ببعضها. طبعا أنا فاهم، أنا فاهم، بس حضرتك بتقولي الإشكالية دي موجودة في كل دول العالم، حبيت أتكلم عن نسبة وجودها. الإشكالية الخاصة بي اللي حضرتك تفضلت بيه، إزاي أبقى سوق مفتوح، أي سوق حر، وفي نفس الوقت ما احتكرش. تمام، والدولة موقعها إيه في هذا الموضوع، إيه أدوارها اللي بتقوم بيها علشان تحقق التوازن ده، اللي هو بيسموه drawing line، الخط هيوصل فين، هوصل إمتى هقدر أتدخل وأعمل سعر جبري، في مزايا وفي عيوب. لو تدخلت وعملت سعر جبري، والله أنا ممكن أنقذ مثلا اللي دخولهم محدودة، لكن في نفس الوقت ممكن التاجر يروح خافي السلعة فيعلي سعرها أكتر. أي بشكرك جدا يا دكتور، نورتينا. دكتورة غدا موسى، خبير سياسات ونظم الحوكمة، شكرا جزيلا لحضرتك لوجودك معانا على الهاتف. وآخر خبر معايا هو خبر لطيف الحمد لله، كشف جديد للغاز بالبحر المتوسط، مازالة الخيرات والكنوز اللي الله بيعد بها المصريين لأنهم قاموا وفاقوا وأخلصوا واشتغلوا. المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بيؤكد وجود كشف جديد للغاز بالبحر المتوسط، وبيقول حاليا مرحلة التقييم للتأكد من حجمه. حقل نرجس يأتي بعد حقل زهر من حيث الأهمية، وسيتم الإعلان عن تفاصيله عقب التقييم. وطبعا الكلمة دي معناها أنه حقل واعد، وأنه فيه كميات كبيرة جدا من الاحتياطي طالما بيأتي بعد حقل زهر. خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النهاردة الخميس برئاسة المهندس حسام عوض الله، صرح وزير البترول بهذه التصريحات، وقال مصر بتفرض سيادتها على ثرواتنا، هو أمر لا فصال فيه، وحقوق الدولة وحصتها محفوظة مع الشريك الأجنبي، بحيث أنه يعني لو في حديث عن أنه زمان كانت مصر ربما بتعمل اتفاقيات من هذا النوع، اتفاقيات إذعان وحقوقها بتبقى ضعيفة جدا، والشريك الأجنبي في المقابل أنه بيحط المجسات وبيقول لنا ده هنا فيه، وبعدين بيقول لنا حجم الاحتياطي، وبيجيب لنا المعدات لغاية لما نبتدي نطلع الإنتاج، كان بياخد رقم كبير. لكن الوزير طارق الملا بيؤكد أن مصر دلوقتي بتحافظ على حقوقها، وأن خطة الوزارة للعام المالي 22-23 بتتضمن 118 بير استكشافي، جزء منه للإنتاج السريع، ومنها الكشف الخاص ببئر نرجس، وبالفعل ثبت نجاحه وجود كميات كبيرة من الغاز، سيتم تحديد حجم الاحتياطي وحجم الكشف قريبا. وطبعا دي أخبار كويسة خالص، لأنه الغاز الطبيعي دلوقتي هو أزمة العالم كله، أوروبا كلها تخشى من بدء فعلا شتاء بلا غاز، ومش عارفة توفر منين وتدبر بأسعار إزاي، وعملت اجتماعات كتير عشان تحط سقف
للإنتاجات البترولية الروسية سواء كان بترول أو غاز أو مشتقات، لكن فشلت في تحديد هذا السقف، وكان الرئيس الروسي حذر لأن ده كان هيزود الأسعار أكتر، وفشل واضح في تدبير أماكن أخرى يجيبوا منها غاز بسرعة عشان الشتاء. طيب أنا بشكركم، فاصل قصير ونرجع مع ضيفنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد محارم من نيويورك عبر تقنية زوم للحديث عن اليوم الثالث والأخير في القمة الأمريكية الأفريقية. أهلا بحضراتكم معانا من جديد، بشرفني جدا يكون معايا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد محارم من نيويورك. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، مساء النور، تحية وتقدير يا فندم. أستاذ أحمد، هل فعلا انتهت أعمال القمة الأمريكية الإفريقية وصدر بيان ختامي عنها، أم ما زالت يعني لسه مستمرة عشان دلوقتي الساعة مثلا تقارب الرابعة مثلا أو كده بتوقيت واشنطن؟ ابدا، احنا بتوقيت واشنطن 3 الا ربع لسه. لسه كمان. طيب ايه الموقف بقى عندك؟ اعتقد لا اعتقد ان احتمال كمان في كلمه من خلال الجلسات للرئيس السيسي ممكن تكون في خلال نص ساعه من الان. هو المؤتمر او الاجتماع بدا 3 ايام، الثلاث والاربع والنهارده الخميس اللي يوم الختامي. كلمه طبعا الرئيس بايدن امس في حفل العشاء اللي كان التقى فيه ب 49 رؤساء افريقيا، النهارده كمان هتكون الكلمه الختاميه له. انه يحرص الرئيس الامريكي بعد مرور 8 سنوات، بايدن ايمين بعد مرور 8 سنوات من مؤتمر النسخه الاولى منه كانت ايام الرئيس الاسبق اوباما، اي ولكن في ظل 4 سنوات من اداره الرئيس ترامب هو عطى ظهره لأفريقيا، والحقيقة كان بيتكلم عن أفريقيا بأسلوب شوية يعني لا يليق لا بالقارة ولا بالناس ولا بحجم دولة زي أمريكا، يعني أهمل أفريقيا وعطاها ظهره. كمان السنتين السابقتين لرئاسة الرئيس بايدن، فلازم نقول إن في 6 سنوات لما تغيب أمريكا 8 سنوات عن القارة الأفريقية اللي هي فيها 1.3 مليار سكان بيمثلوا مش بس صوت سكان العالم ولكن قيمة هامة جدا جيوسياسية واستراتيجية. استغلت الفرصة دي دول كبرى، الصين وروسيا. الصين همها كله الاقتصاد، عندها مشروعات كبيرة جدا وبنية تحتية وإقراض لمشروعات عظيمة جدا في القارة الأفريقية. أيضا روسيا كان عينها على التسليح والقواعد العسكرية، وكلهم عندهم قواعد عسكرية، لكن باعت روسيا أسلحة لبعض الدول الأفريقية اللي عندها صراعات إقليمية. هذا الكلام بالنسبة للإدارة الأمريكية بيمثل نوع من الغياب أو نقول بين قوسين مقدمة للفشل. طبعا هل حضرتك بتشوف أنه هو جو بايدن ناوي فعلا أنه هو يتواجد في أفريقيا الفترة القادمة لأي مصلحة أفريقية؟ يعني احنا فاهمين طبعا هو عايز يتواجد ليه، المصلحة الأمريكية وغياب الدور الأمريكي ووجود الصين بقوة وجود روسيا بقوة، وهو كان أوباما قبل ما يمشي قال احنا بنلم أوراقنا من الشرق الأوسط ورايحين ناحية الصين، فيعني لكن هو السؤال هل بالفعل أفريقيا هتحصل على شيء من هذه القمة؟ نعم، هو طبعا في البداية كان موفق في كلماته أمس على أساس أنه متوقع مش بس القادة الأفريقيين ولا العالم الأفريقي، العالم كله متوقع ينظر إلى هذا الكلام بنوع من الريبة. لا، امبارح كان كلامه فيه وضوح جدا، ويعني المؤسسات الأمريكية حتى غير الدولة غير الحكومة على استعداد إنها تكون عندها شراكات في مشروعات. الغياب الأمريكي في 6 أو 8 سنوات الماضية وظهور أهمية أفريقيا كبلد سوري كقارة كبيرة عندها موارد طبيعية وعندها حجم سكان كبير وعندها مستقبل واعد، طبعا التغيرات اللي بتحصل على المستوى العالمي بتخلي في نوع من المرونة جدا في المسائل السياسية. لما القارة الأفريقية في السنوات اللي فاتت دي يبقى عندها اهتمام وثقل ثاني
وروسي ده كلام مش سهل. الموارد الطبيعيه اللي عندها، الموقع بتاعها وجغرافيتها والخامات اللي عندها والموارد، نقدر نقول ان الاداره الامريكيه في خلال الانتخابات النصف تجديد النصف اللي فاتت دي يبدو ان هناك امل كبير من الرئيس الامريكي الحالي بايدن ومن حزبه الديمقراطي ان يكون هناك امتداد له ويتقدم للانتخابات الترشح في الفتره القادمه، او حتى لو لم يحالفه الحظ واتى رئيس اخر عايز يضع بصمه ان هو عمل شيء جديد للسياسه الخارجيه الامريكيه. النهارده امريكا مشغوله جدا بالصراع اللي حاصل في اوكرانيا ودعمها لقوات الناتو الحليف الاستراتيجي بتاعها، مشاكلها في الشرق الاوسط وانسحابها المفاجئ من الشرق الاوسط وانسحابها الغير مبرر والغير ممهد من افغانستان، عطى نوع من الانسحاب الغير منظم للاداره الامريكيه على المستوى الجيوسياسي او الاقتصادي او السياسي من العالم. وبالتالي عايز بسرعه الرئيس الامريكي يتحدث عن ان امريكا ستعود بقوه. احنا ما ننساش في شهر اغسطس الماضي لما كان بايدن في المملكه العربيه السعوديه مؤتمر الرياض واللي كانت مصر موجوده به بقوه مع دول الخليج ودول اخرى من منطقه الشرق الاوسط، اعتقد في كلمه قالها الرئيس بايدن في ختام هذا الاجتماع، قال هناك حدث كبير او مؤتمر كبير او موضوع كبير هام جدا قبل نهايه هذا العام انا هعمله مع مصر ومع الرئيس السيسي. يمكن ساعتها من اغسطس النهارده اربع شهور كنا نتكلم نقول يمكن بيتكلم عن الامن الاسرائيلي موضوع القرن، لا اتضح ان الموضوع ان هو اعتقد من شهر جولاي اللي فات كانت في دعوات موجهه لدول افريقيا ان المؤتمر بتاع اللي حاصل النهارده في واشنطن في الثلاث ايام الاخيره امريكا تعود الى المنطقه بقوه قدمت. طب خليني اسالك بقى بما ان حضرتك دخلت على مصر واهميتها في هذا الموضوع والوعد اللي وعده جو بايدن وقد يكون ده تنفيذه، النهارده زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر البنتاغون ولقائه مع لايد أوستن وزير الدفاع الأمريكي وشكل الاستقبال والمفاوضات ويعني مش عارف، حاسس ان الموضوع ده مش عادي، حاسس ان الموضوع ده يعني يليق بشخصية كبيرة تهم الولايات المتحدة جدا بعد تاريخ طويل من الشراكة العسكرية بين أمريكا ومصر، واللي قال عنه الرئيس السيسي النهارده ان هو الموضوع الرئيسي كان وما زال في شراكتنا بيننا وبين امريكا. احنا نلاحظ هذا العام 2022 اللي قدامه اسبوعين وننتقل الى عام اخر جديد 23، عدد الاجتماعات او اللقاءات اللي حصلت ما بين الرئيس بايدن والرئيس السيسي، منها اخيرا مؤتمر شرم الشيخ وده نمرة 2 ونمرة 3 كمان اللي بدأنا بيه القمة بتاعت الرياض. قد إيه اهتمام الإدارة الأمريكية بأنها تعود إلى مناطق هامة جدا بالنسبة لها حلفاء استراتيجيين، كان عندهم مشكلة مع الطاقة ومع الغاز ومع دول الخليج ولما مسألة الحرب بتاع أوكرانيا، ده واحد. اثنين، لا يمكن أبدا يغفل دور مصر المحوري كمقدمة لأفريقيا ولأوروبا وللعالم الثالث. أعتقد إحنا يمكن في مصر مشغولين على المستوى الشخصي والمستوى الإنساني بأن عندنا أزمات اقتصادية ومسألة الدولار والكلام ده، لكن في نفس الوقت مش إحنا لوحدنا، العالم كله، إحنا عندنا أوروبا وكثير جدا من دول العالم عانت في خلال السنتين اللي فاتوا من تداعيات أوكرانيا ومن تداعيات الكورونا كمان قبلها، فإحنا داخلين في ثلاث سنوات مشكلة جدا للعالم كله، إحنا جزء من العالم. يمكن التأثر بتاعنا قد يكون كبير في بعض المناطق، الناس مشكورة عندها صبر كبير جدا، ولكن هناك إمكانيات وهناك نور في الأفق يظهر من القريب أن مصر سوف تستعيد مكانتها. حيبان قد إيه الاستثمارات اللي جاية لأفريقيا دي، احنا طول عمرنا نقول مصر بوابة أفريقيا للعالم، احنا ظهر أفريقيا ووش أوروبا أو العكس يعني. وبالتالي حضور الرئيس السيسي ولقاءاته مع الزملاء والقاده الافريقيه، كمان احنا عندنا مشكله مثلا سد النهضه، احد الحاجات معلش خليني عشان بس ما بعدش عن النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها ونقطه مهمه، النهارده الرئيس حضر جلسه بعنوان الشراكه في اجنده 2063 للتنميه في افريقيا، حضر جلسه للامن الغذائي وامبارح والنهارده كان في لقاءات مع مجتمع اعمال ورجال اعمال كبار
وممثلين عن الحزب الديمقراطي والجمهوري وأيضا أعضاء لجنة أصدقاء مصر في الكونجرس من الحزب الجمهوري، بتشوف أنه فعلا في استثمارات أمريكية ستتدفق على مصر في الفترة القريبة القادمة ومعلن عنها وقوية وفارقة، ولا هي محاولات أمريكا مش هتقدر أن هي تصرح قوي بأنها بتقف جنب مصر اقتصاديا في الفترة دي؟ شوف، احنا عندنا مثل بلدي كده بيقول بركة الوقت. لما يكون رئيس دولتك على مدى 3 أيام عنده كمية هذه الاجتماعات، يبقى الله يساعده هو ومن معه من يعني المستشارين ولا المسؤولين في مصر انهم كم ساعة بيناموا. فضلا عن ان شوف قد ايه كان الاستقبال بتاع جاليتنا المصرية في واشنطن امام مقر اقامته، كل دي مؤشرات تقول ان هو يعدد من خلال ناسه وشعبه ومؤيدينه. امريكا سياستها مرنة جدا، لما تغيب عن ساحة معينة وتعيد تقييم سياستها تلاقي انها غابت عن ساحات معينة. افريقيا النهاردة الكلام اللي قاله امبارح بايدن بالارقام قد ايه مليارات هيتحطوا وفي اطار زمني قد ايه، الكلام ده كله عشان يحصل مصر البداية وان شاء الله هي النهاية. حكاية الازمة الغذائية اللي حصلت في العالم، افريقيا عندها موارد تحتاج ان تستغل بشكل جيد. خبرة مصر وقدرتها، انا اعتقد في كلام هيتقال على حكاية المية والسدين اللي بيتعملوا في افريقيا بمعونة مصرية، في كلام كبير يعني يمكن ما بين السطور. اعتقد اللي حاصل بقى ان الاعلام الامريكي مش عاطي زخم اعلامي مناسب لهذه القمة. الحقيقة مش قادرين نفسره احنا ليه هنا. بنقول مثلا ان الاعلام الامريكي بيهتم اساسا بالقضايا اللي تخص المواطن الامريكي، يعني كل يوم والتاني يتكلموا على مسألة اوكرانيا، مسألة الصراعات اللي بينهم وبين روسيا والصين، لكن من المفروض مؤتمر زي كده كان المفروض يلقى بدعم اعلامي كتير من الصحف والوسائل الاعلام الامريكيه. لكن نبشر بان الرئيس الامريكي في خطبته امبارح، ويمكن هيزود عليها في خطبته الاخيره اليوم، انه عطى مفاتيح للقاده الافارقه ان لازم يكون هناك نوع من الاطمئنان، يعني مش هيبيع لهم الهوى. لو هناك شركات ومؤسسات امريكيه بتبحث عن فرص استثمار، لا يوجد مكان امن وبتر وسهل ومهم للاداره الامريكيه ان تتواجد فيه حاليا اكثر من القاره الافريقيه. طيب اخيرا استاذ احمد، خليني اسالك عن في غيبه السودان بدعوى انها يعني نظام حكم غير ديمقراطي، بتعتقد حضرتك انه ممكن امريكا تعد باي حل لمساله سد النهضه؟ امبارح الرئيس اكد اول ما وصل على انه راي مصر في القضيه دي لم ولن يتغير ولن تتنازل عن اي حصه من حقها المائي. انا اعتقد ان في خلال المناقشات اللي حصلت في خلال السنتين اللي فاتوا كان فيها اجتماعات كتيره جدا عقدت في واشنطن ما بين الخبراء المصريين والخبراء السودانيين والخبراء الاثيوبيين. ساعتها يمكن التحليلات كانت بتقول ان الجانب الامريكي ما هوش فارق نص او مش واقف الوقفه اللي المفروض تكون صح مع مصر. أيه. ومع ذلك طول نفس الإدارة المصرية والخبراء والفنيين، وكنا محتفظين بحق تاريخي العالم كله يساعدنا فيه. أعتقد من خلال هذا الحضور النهاردة ممكن جدا يكون في تغير سريع وملموس، أن الإدارة الأمريكية عندها نوع من الضغط الإيجابي لصالح الطرفين، أن أثيوبيا يكون عندها اهتمام بأنها تولد كهرباء، أفريقيا عندها مشاكل كتيرة جدا في الكهرباء، مصر عندها استعداد تساهم في الموضوع ده، بس احنا مش عايزين حد يلوي دعمنا في موضوع المية. وإذا كان حد بيسخن إثيوبيا في الفترة اللي فاتت، أعتقد في الوقت الحالي هناك من يستطيع أن يفرمل أفريقيا ويوقفها عند حدده ويعرف إن في حدود للسياسة الدولية، ومش أي ضغط إقليمي من دولة على الثانية القوى العظمى تسيبه بالشكل ده. أنا بشكرك جدا يا أستاذ أحمد، شرفتني. أهلا وسهلا. جزيل الشكر للكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد محارم، كان معي من نيويورك. و يعني ما زالت زي ما قلت لحضراتكم في البداية يعني فعاليات القمة لسه لم تنتهي بعد، وننتظر كلمة مهمة لجو بايدن يختم بها، وربما يصدر بيان ختامي عن هذه القمة المهمة. احنا بننتظر ونتمنى خيرا وبنتفائل جدا، وزي ما قال الأستاذ أحمد، وجود السيد الرئيس
وجوده الفاعل حتى الهوامش اللي بتعد غالبا أهم من اللقاءات الرسمية دائما، الهوامش هوامش مضيئة وقوية لصالح أفريقيا ولصالح مصر ولصالح سياسة بدأتها مصر في عهد عبد الفتاح السيسي ولم تتحرك عنها، وهي مصلحة أفريقيا، رفاهية شعوبها، الاستفادة القوية لمصر من الشراكات مع روسيا مع الصين مع أمريكا. فلما لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي يقول رسميا امبارح أنه وجود الصين وروسيا قد يزعزع استقرار المنطقة، طبعا ده ملوش تفسير، المنطقة لن تتعاون إلا مع من تجد معه مصلحتها. بشكركم جدا، وإن شاء الله الأسبوع اللي جاي حلقات جديدة الساعة 9 من يوم الحد كل يوم على مدار الأسبوع ما عدا السبت لأنه طبعا مفضيين لتسبيحة كيحك. بشكركم جدا، تصبحوا على كل خير.